السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في التوتوريال الثامن. في التوتوريال إن شاء الله غادي نتحدثوا على أول درس بالنسبة حول السي اس اس. دونك كما شفنا لحد الآن، فالاتش تي ام ال فهي فقط خاصة بالإنشاء ديال ليزمو، كما شفتو مثلا كخي ديزليمو بحال لي بحال الصور بحال القوائم بحال تكبر النصوص بحال الى اخره. دونك هي فقط خاصه ب ميزيمو، بينما سي اس اس هي خاصه بالديزاين ديال الباج. بالنسبه للسي اس اس كنخدمو بها في الهيد. دونك كنمشيو للهيد هنا. دونك اول حاجه كنكتبوها كنديرو على الشكل هذا، كنديرو ستايل وكنديرو نسدو ستايل كلاود ستايل على الشكل. دونك كنديرو ستايل هنايا، كنديرو تيب تيب ديال ستايل، كنديرو تساوي هنا، كنديرو تكست سلاش سي اس اس على الشكل. دونك هذه الطريقه ديال الديكلاراسيون ديال سي اس اس. دونك اي حاجه كتحط هنا فهي كتعتبر كود ديال سي اس اس. دونك نديرو اكزومبل صغير باش نعرف كيفاش نخدمو بالسي اس اس. دونك اول حاجه كنجيو للباج البادي، كنديرو تكست عادي مثلا ديس اس تكست، نديرو واحد الباراجراف على بي واحد فراز ديس اس باراغراف سباراغراف. دونك اذا نسيب ضمن المنصي على الشكل this is paragraph this is text this text this is text، ماشي مشكل بالنسبة للمونتاج. دونك this is text. دونك الطريقة باش نخدم سي اس اس، سي اس اس هي كت كنبداو اول حاجه كنبداو بالكيورد اولا الكيورد هما السميات اللي كيكونوا باللي طاقه مثلا بي كتسمى الكيورد، ممكن كتعامل مع الكيورد. دونك بي، دونك كنديرو بي كنكتب الكيورد اللي كاين باللي طاق بي، او كن بحال ايماج كما شفنا قبل ايماج الاخيره ديال الصور اي بالنسبه شحال شفنا لي ليان شحال من حاجة. دونك في هاد الحالة انا بي كنديرو الكيورد ديالنا، كنديرو سباس، كنديرو هاد الكول براكيتس عفوا هادو ماشي الاقواس، هاد الكول براكيتس اللي هما خاص بلي زونسومبل. دونك كنديرو البروبريتي ديالنا على هاد الشكل. دونك هنا كتكون البروبريتي، عاد كنديرو عاد كتبع الفاليو مثلا نديرو مثال بسيط، ندير مثلا كولور بين بلا كولور، كنديرو دو بوان، عاد كنحطو الفاليو مثلا الكولور اللي بغينا مثلا ازرق مثلا بلو، باش كنحطو الفاليو كنديرو سومي كولون هي بوان فيرغول. دونك قلنا كنحطو الكيورد، كنحطو البروبريتي، عاد كنحطو الفاليو. دونك نديرو سيف، نديرو اكتواليزي ونشوفو بيخدم. دونك كيما شفنا بان بي الكود هو بي تم التلوين ديالو باللون الازرق، كاين قيم اخرين بحال الحمر ريد عفوا ريد سيف نحسب حنا الكولور اللي بغينا. دونك كاين اوتر بروبريتي بعد السيم كولون كدير بروبريتي اخرى اللي بغيتي، مثلا مثلا الخط مثلا نغير الخط ديالو اللي هي فونت تيري فاميلي فونت على الشكل، كنديرو دو بون كنعطو الخط مثلا ايريال عندنا في الويندوز كيما جماعة ديال الخطوط كاين بزاف الا مشينا للنوت باد على هاد الشكل هذايا. دونك مشينا للخطوط كاينين بزاف ديال الخطوط، ولكن اكثر اللي معروفة كاين اريال كاين الاخر كاين كتستخدمو بحال اريال. دابا هو كاين اريال ها هو كما شفنا دابا
كاين كذلك بالنسبه للخطوط يعني اللي معروفه بزاف هذا تيمين الرومان تقوى. دونك حنا كنختارو الخط اللي بغينا. دونك في هذه الحاله اختاريت اريا كنديرو السيف كنترول اس كنديرو. دونك كنشوف انا الخط تغير. دونك كاين اوتر بروبريتي اخرين كاين بزاف. ممكن يعني ندير باش نقدر نرتبو البرو سمو ديالنا ممكن شي بين احسن يعني كل حاجه دابا دونك على الشكل. دونك كاين بروبريتي هنايا دونك فقط الحاجه اللي بغيت نشير ليها فقط بالنسبه للسي اس اس فقط كا انتروديكسيون ماشي كاع يعني نتعمقوا. دونك في الفيتشر الجاي ان شاء الله غادي ان شاء الله يعني نديروا يعني صفحات اللي هما يعني كيطلبوا شويه ديال التركيز. دونك يعني نشوروا يعني اللي يشور وصل فين ما بغى يعني الا عطينا كلشي زربنا راه كنخلوه كلشي. دونك هنا كنحطوا الكيورد كنحطوا هاد كول براكيت عاد كنديروا اي بروبريتي مثلا في هذه الحاله كولور عاد الفاليو عاد السيمي كولون ما نساوش السيمي كولون. وكذلك اوتر بروبريتي خلي ليا الخط كاين اريال كاين. دونك كاينين بزاف ديال لي بروبريتي كاين بزاف كاينين بزاف ديال البروبريتي حنا على حساب بروبريتي مثلا بحال ديال مثلا الحجم فونت سايز. دونك ماشي دونك فونت سايز مثلا نعطوه دونك بالنسبه للفونت سايز فهي كتمشى بلي بيكسلز. دونك نعطوه مثلا 20 ما خصناش نديرو 20 نديرو بوان سيمي كونو. دونك كتحط خط كدير بيكسلز وما ديرش يعني فرا بيناتهم كتكتب العدد كتلصق مع بيكس يعني هو شحال بيكسل بغيتي لهاد الخط هذا. دونك دمرنا وفخاشي دونك كتشوف يعني الخط تبدل. دونك بالنسبه ل هنا ممكن حتى يعني بالنسبه للبادي يعني نسحب شي بصفه عامه دونك هذا قلنا خاص بالاولى البي. دونك مثلا لو بغينا يعني البادي بصفه عامه حنا نتحكموا فيه دونك كنديروا البادي على الشكل كنديروا سباس كنديروا الكول براكيتس. احنا كنديروا الحساب اللي بغينا حنا مثلا نبدل اللون ديال الخلفيه باك جراوند كولور عفوا باك جراوند كولور كنعطوه الكولور مثلا معطينا الصفحه نعطوها الخلفيه ديال اللون نعطوه مثلا هو البلو. دونك كنترول اس دونك نرفريشي كنشوفو يعني كتحكموا بصفه عامه ولكن حنا غنشوف الترجي ان شاء الله بان نتحكموا يعني كل حاجه غادي نتحكموا بسمو ديال يعني ما غاديش تحكموا بقسم كامل لان اي حاجه كنابليكو على بادي كيتابليكا يعني على جميع اي حاجه على جميع لي زكود اللي كنحطوهم في البادي. دونك فقط البادي حنا يعني بحال الحاجه كنضيفها بحال الخلفيه مثلا شي صوره تكون شفافه الفراغات الى اخره. دونك اش غادي نشوف في التوتوريالات الجايه ان شاء الله. دونك هنا غادي نحبسو. دونك التوتوريالات ان شاء الله غادي نكملو ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.